السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم نتكلم دائما عن هذه المشروبات الترفيهية، يعني في هذه الحلقة نتكلم عن اللويزا، هذه الفيربينا أو يعني الفرنسية الفيربين. وهذه يعني اللويزا، هذا النبات هو يعني يستعمل كثير ويشرب كثير، يعني خصوص الناس المرضى والأطفال الصغار وحتى الأشخاص اللي كيكون يعني يعملوا عملية جراحية، لما يعني يكون أثناء الإنعاش فكيشربوهم هذه اللويزة هذه باش يكون تقيؤات، يعني في هذا باش هذاك يعني بعد البنج، يعني بعد ما يعني يصحى من البنج. هذه استعمالات كثيرة للويزة، هي تقريبا تكاد تكون المشروب الذي يعني يعمم في العالم. هذا المشروب في بعض المضادات الأكسدة، يعني الفيتوكيميكولز هذه الفيربينادين والأوكوبين، في الفيربينادين والأوكوبين، يعني لافيرفين فيربينادين، هما دائما المكونات الكيماوية تسمى باسم النبات، يعني باش العلماء ملي كيكتشفوا واحد مكون كيماوي تسموه بالنبات باش ياخذ هذاك الاسم يبقى يعقلوا عليه الناس. الفيربينادين والأوكوبين هي هذه الفيتوكيميكولز، هي المواد يعني هذه الكيماوية القوية، يعني المادة القوية في اللويزة، وفيها كذلك بعض الزيوت الطيارة essential oils، فيها بعض زيوت الطياره كذلك التي تساعد هذه يعني هذا المشروب هذا. وان غريب في الامر ان المغاربه يقبلون لون اللويزا الاصفر ولا يقبلون لون الشاي الاصفر، هو لون الشاي مثله مثل اللويزا، يعني اقل يعني شفافيه، يعني كيكون شفاف اصفر شفاف، وهذا الناس يغيروا هذا علاش؟ لان الان تضاف بعض المواد الملونه للشاي، لان الناس كيبغوا اللون الاحمر، وهذا يعني يعني المستهلك هو اللي يعني خلى الصانع يعمل هذه المساله دي. فهذه اللويزا يعني هي عندها مستعملات كثيره، وهي هذه الفيتوكيميكلز هذه الفيربينيدين مع الاوكوبين، هذه مكونات كتريح المعده. الناس اللي عندهم مشكل مغص ولا اشياء هكذا ولا عسر هذا كيشربوا اللويزا، فهي تريح الاعصاب، لان الناس اللي كيركزوا اللي كيكتبوا الاطفال هذو الطلبه اللي كيوجدوا امتحانات والناس اللي عندهم اشياء معقده هذا اللي كيركزوا الاشياء اللي الناس اللي كيخدموا في الحاسوب الى اخره، فلازم ما يشربوش الشاي وقهوه، لازم يشربوا اللويزا، لان اللويزا تساعد على يعني الجهاز العصبي ما يعياش، هي ضد عياء الجهاز العصبي جيد. ثم هي كذلك عندها اشياء اخرى مثل مغص على مستوى الامعاء، هي جيده للامعاء، وكذلك ربما تكون حتى قاتله لبعض الجراثيم يعني في الجهاز الهضمي. يعني هذه اللويزا محسوبه مع الانتي انفلاماتوري كومباوندز، هي يعني ضد الالتهابات، يعني الناس ملي كيحسوا بحريق ولا اشياء، فقليل من الناس اللي كيفكروا يشربوا مثلا واحد النقيع من هذه الاشياء لما يكون مثلا عندهم ارق، ولا لما يكون مثلا عندهم يعني الام راس، هذه اللي كتجي عاديه، الام راس العاديه، مش يعني هذه الام الراس الحاده. الأطفال الصغار كذلك يشربوا اللويزا، علاش؟ لأن عليه هي شراب يقبلوا، لماذا؟ لأن المذاق اللويزا أو رائحة اللويزا هي فيها نكهة، يعني ما كيرفضوهاش الأطفال هذه. وممكن هذه اللويزا هذه ممكن تضاف كذلك مع العصائر، وممكن تضاف كذلك مع بعض شربات الخضر، يعني الناس ما كيخلطوش هذه الأعشاب مع هذا من قبل الناس هذا. فكنلاحظوا على أن المغاربة مثلا كيعملوا زعتر مع بعض المواد الغذائيه، مع الحليب، مع اشياء اللي كيطبخوها، يعني حتى الان الناس اللي كيعمروا الشاي بالزعتر جيد، هو جيد، يعني الشاي بالزعتر هو شراب جيد، ولكن يعني اللويزا ما كيستعملوها لوحدها، ما كيستعملوهاش مع اشياء اخرى، يعني قليل اللي كياخذ اللويزا بالحليب ولا حاجه هكا، ولكن اللويزا ممكن تمشي حتى مع العصير الخضار ولا مع عصير الفواكه، وممكن تمشي كذلك مع الشاي كذلك، نعملوها في البراد مع الشاي، وممكن تمشي مع طبيخ، ممكن الناس يعملوا طبيخ، ان النساء كيعملوا هذيك ورق عصا موسى، هذه العشبه هذه اللوري، ولكن ما كيعملوش هذه النباتات هذو في الطبيخ، لماذا هكذا؟ لان هو الناس اعتادوا هذه كنسموها حنا عادات الناس، يعني هذه طبعا، ولكن ممكن نحورها شويه، وممكن نضيف لها هذه الاشياء. هذه اللويزا اي حاله الناس كيحسوا باي حاله عياء او اي حاله يعني في الجسم كيحسوا بشيء ماشي ليس على 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 ما يرام، ممكن يعملوا شراب هذه اللويزا، هذه شراب اللويزا، ممكن يشربوا منها عليا حتى يعني كاس كبير واثنين، ما لا تضر هذه النباتات كل ما كيضروش. القهوه نعم القهوه تضر، ولكن الشاي واللويزا والاشياء هذه نباتات لا تضر، هي تدخل كما قلنا في المسائل الترفيهيه للناس كيشربوها، يعني هذا انا كنظن انا من الاحسن، لان اللويزا كيشربوها الناس بلا سكر، ممكن يشربوها بلا سكر، الشاي ما يمكنش الناس يشربوه بلا سكر، علاش؟ لان في حمض طانيك وفي بعض الاشياء المره اللي المذاق ديالو ما يعني ما يقبلوش ما يتحملوش الناس، ولكن اللويزا المذاق ديالها مش مر، يعني عندها نكهه، وممكن
يشرب تشرب يعني بدون سكر. من النساء يجب أن يعلمن الأطفال يشربوا اللويزة بلا سكر، ويعلموا الأطفال من الصغر، من الصغر يتعلم الطفل على المذاق المسوس، المذاق بدون سكر، ومن الصغر يتعلم على المذاق بدون ملح، من صغره يتعلم على المذاق المنزل. يعني الطفل الآن كيتعلم مذاق مالح وكيتعلم مذاق مثلا حلو، يعني ملي كيرجع للمنزل ما تلاش يقدر يشرب بعض الأشياء ولا ياكل حتى يعني حتى بعض الأشياء. وهذه يعني مسألة تربوية، يعني لازم يعني الطفل بحال يعني مثلا الصين، الطفل في المدرسة الابتدائية كيتعلم أشياء في المنزل وفي المدرسة، يعني شرب الماء الدافئ، ولكن لا يأخذ حلويات، لا يأخذ أي شيء. فممكن ندربوا احنا أطفالنا على هذه المسائل هذه إن شاء الله. السلام عليكم.